ومنهم السيف السلام. السيف السلام بداوا ديك الساعه السيف السلام راه دخل مع السلاله وي وفي الطريق الطريق البوتشيشي. ملي جيتي للمدرسة هذا ماتلك الوليد ديالك. إيه هاني. ملي جيتي مشيتي. إيه غير هادي قبل من هادي المرحلة قبل منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنت نجلسوا في الخواء ونتكلموا في الناس منهم السيف السلام. أنا الله تعالى غير تتوصل لا تيقول لك لا في السير السلام وتيخرس اللسان ديالي تيبداو تيقولوا ياسين تصوف ياسين دخل الججبه ياسين تيدير البربوش واحد السبحه ديال البربوش ضروري تيبدا تيشت ودفعني الفضول الى معرفه هذه الحاله كيف الرجل الأنيق يتحول إلى صوفي وحنا الصوفية عندنا هذوك درقاوة ودوك الله يذكرهم بخير ما تنعيب حد ما تنعيب ماشي هذا وصف قبحي ولكن ما يقال عن هذه الظاهرة ديال التصوف من الناس العوام ولا الناس شبه المثقفين اللي ما عندهم شغل إلا الكلام في الناس لا البحث عن الحقيقة لا البحث عن وراء الظواهر هذه الظاهرة ديال انتماء السيف السلام إلى الطريق وقعت ضجرة ووقعت في نفسي فضولا للبحث وزاد هذا الفضول أنني أردت أن أتعرف كثيرا على هذا السيد الذي كان نموذجا بالنسبة إليه نجحت في البكالوريا انتقلت المدرسة العليا للأساتذة وكلية الآداب مشيت في غشت مشيت لعند السيف السلام تنقلب عليه لقيته خرج في عطلة في إجازة ما اتصلت شيء به في غشت انتقلت انا هزيت الحوايج ديالي مشى معايا الوالد ديالي تمايا ومرض ورجع في هذيك المده مشيت تنبير توفى الوالد ديالي الله يرحمه عاودت رجعت انا في تنبير لقيت السيف السلام دخلت عنده مشيت عنده المكتب كم مدير ديال المركز ديال المفتشين لقيت عندو دوك الامراء ديال الاداره ديال الوزاره فخرج عندي وكنت انا ديك الساعه تنزل واحد 110 كيلو وصحيح وطوال ولابس واحد التريكو يقول لي خرج عندي شاف فيا ما عرفني شيء قال لي واحد شويه دابا نستقبلك هو يتحبوش انا من البوليس خرجوا هذوك الناس دخلت عنده فاذا به هذا وزير وزير لا وزير لا وزير وزير الاوقاف اذا به يخلط علينا ويلقاني انا عنده فديك الساعه توفيق كان مع الطريقه هو والسي العلوي والسي عبد السلام وجيت وقلت ليه انا توفى الوالد ديالي وجيت تنشوف فيك الوالد ديالي ايوا على كل حال مشات هذيك الصوره اللي تصحبوش من البوليس لقى واحد الراجل يتيم مسكين جا تيبحث واخا جسم كبير يقول لي لكن واحد الصبي صغير مازال بغى يتعلم فين حط رجليه قال لك مزيان
قال لك تتقلب الوالد ديالك، احنا كاع قلبنا الوالد ديالنا ما لقيناه، اجي وانت معنا حتى نمشيو عند واحد السيد هكذا. ما لقيت تعرض ولا حتى شي حاجه. دار كانت ديك الساعه 4 العشيه، قال لي 6 العشيه راه تمشيو لسلا، تمشيو لسلا عند واحد السيد الله يذكره بخير والله يرحمه الحاج محمد شفاعه، تمشيو لعندو تنحيو ديك كل ليله. ايوا في 6 العشيه رجعت، مشيت انا وياه والسي توفيق، تنمشيو على رجلينا، نمشيو على رجلينا غاديين من هنا حتى الباب بوحاجه، تما تندخلو عند هذاك السيد تنذكر الله، تندخل تلقى الناس تيجبو تيغوتو الله الله الغوات وشي تيدابو انا بحال خو عليا في السطل ديال الماء، بديت انا غير تنهرق تنهرق وتنتعجب في هذاك الشيء. وساعه ساعه وقت ما حسيت بالغرق تنبدا تنشوف السي عبد السلام، اش يدير السي عبد السلام؟ السي عبد السلام حاضر راسو. على كل حال هذه واحد التجربه قاسيه، تجربه وعميقه، واحد النقله مهمه. ايوا عرفنا الصوفيه، مشيت مع السي عبد السلام في طريق الصوفيه، بدينا تنمشيو على رجلينا وتنجيو لهنايا للتبريك، نسهروا تيجيو لنا سكسو فخر الليل بالشحمه تنمشيو. على كل حال دازت واحد التجربه مهمه، احنا ما تنكروها مثلا. وهاد الناس، هاد الناس فيهم صادقين، واكثرهم صادقين، واكثرهم ناس سداج وناس في البدايه. دروكا راه استعمت الطريقه بعناصر مثقفه وعناصر كذا كذا، لكن النهج هو النهج، بل النهج في ايام سيد الحاج العباس كان اوضح وكان اقوى وكان اكثر تشبتا بالشرعي منه الان، وكان لا يقبل ان يضع يده في يد الظالمين، فكان حرا وكان على الاقل مبتعدا عن المسؤوليه ديال الدوله. الان هو شيء اخر، هذه قضيه من القضايا الاخرى اللي يمكن نطرحها كقضيه جوهريه في علاقتنا بالصوفية قديما وحديثا، وما يجري الآن في المغرب من تبني للطرح الصوفي والطرح الصوفي للدولة والانتماء الصوفية للدولة والدولة وانتمائها للصوفية. هذه علاقة أخرى، قضية من القضايا التي يمكن أن تطرح. زين، عشنا هذه المدة مع سيد الحاج العباس رحمه الله، وكنا تنسافروا وكنا تنمشيو، وسي العلوي راه هو عايش هذه المساله، ان الزاويه ملي دخل لها السي عبد السلام وجدها واحد تلقائيه كبيره، وكل شيء كل شيء يمكن يدخل لها، كل شيء يمكن يدخل لها. تيدخل اولا هي قبل